الله الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحباب في الله، دايرة لكليم مجهد لأن صاد 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 بزاف ديال الصاد اليوم سبحان الله العظيم. وبقى الأخر ديال أوغست، شكون هذا وليد؟ ولكن علاش الطوموبيل ما كايناش؟ لا كاينة. او ماي جاد، هلو، جريتي؟ ما قدرش تهضر. اول مره كنجري 3 كيلومتر. واه صعيب. سونز اري مزيان. ما جريتش دابا شي عام جريت. شتي سوف المشاناري. ماي جاد، انا كنجري كل يوم. كذوب. انا ما جريتش ماشي 20 عام. كندير لا مارش فقط. خاصني نطيح. قامي قلبك يضرب. واخا بدا ما تفرساش على راسك. لا هكا خصك يكون باش تو بيلد سوفل. اكزاكتلي يقدر يكوش. اكزاكتلي هير يو. هي عارفة أكثر منك. هي دايما كديرش حتى لا مارش. نو اي يوست تو رن اول ذا تايم فور سكول لاست يير. وهاد الليل نشوفو نديرو دوموند. غادي دابا نشريو سكادوات الوليدات وغادي نديكم معايا، لان بزاف الناس ماشي على السكادوات، لان مازال بزاف الناس ما عارفينش منين يشريو الاتات ملي كيجيو اول مره. كنتلقى بزاف ديال الاسئله من الناس اللي عاد جاوا لكندا وما عارفينش منين يشريو. انا غادي نديكم دابا نوريكم منين نشريو، سواء المستعمل، حيت كاين الناس اللي كيبغيو يعني كيرضوا بالمستعمل وانا منهم، ما فيها حتى شي باس. بعض الاشياء كنشريها انا من المستعمل وكتصدق لي احسن بكثير من جديد، لان جديد الا بغيتي تشريه اولا يعني بلا ما نذكروا مشاكل اخرى. مشاكل اخرى اللي ممكن توقع، اسمحوا لي ندور الدوره. جديد من اللي غتبغي تشريه خاصك تشريه اما كاليتي، وكاليتي غادي تطلع لك غالي بزاف. والناس اللي الله جاو ما كنظنش انا غادي يقدروا يشريو هذا الشيء بهذا الثمن. نعاود نشرح الفكره ديالي. كنفضل انني نشري من المستعمل ويكون كاليتي، لان الناس بزاف كيبيعوا المستعمل. طبيعه الحال ماشي اي مستعمل غادي يكون ليطا ديالو خايبه او لا غادي يكون فيه شي طبايع ولا شي مشاكل. بطبيعه الحال الا بغيتو تشريو المستعمل فمن حقكم انكم تسولوا واش ما فيهش البق، واش ما فيهش طبيع، واش ما فيهش الزغب ديال الحيوان ولا الشعر ديال الحيوان. يعني الا بغيتي انت تشري شي اتات معين ولا اي حاجه بغيتي تشريها مستعمله، فكتمشي تقلب عليها في كيجيجي وكتلقاها بوكو موشيغ. عرفت. I read Archie books. اوكي. وكنقول لكم دائما ممكن انكم تواو، يعني الا قال لكم مثلا 300 دولار قولوا ليه 250 ولا 200. وكذلك ممكن تبحثوا في ماركت بليس، حتى هي بحال كيجيجي ماركت بليس اللي كاينه في الفيسبوك. فكذلك كاين بزاف ديال الناس اللي كيعطيو اشياء مجانا، وكاين بزاف ديال الناس اللي كيبيعوا الاتات ديالهم ديال المنزل. واكثريه ديال الاتات كيكون اون بونيتا، الحاجه اللي ما كتكونش اون بونيتا كيعطيوها غراتويتمون. انا دابا كاينه في والمارت، كيكون حتى في والمارت بعض الاتات وكيكون سول دي باغفوا بحال هذا مثلا، غادي يولي ب 200 دولار ولا فوتي، و اون ميم طون كيولي لي فوالا هنايا لي هنا فوتي لي تابي مخاد الغطاء فوطات اشياء متعلقه بالحمام والاواني. بسم الله توكلنا على الله. هذا الفيديو احبابي غادي يكون متنوع وعملته عبر بزاف ديال الايام، غادي تشوفوا غادي تلاحظوا. دابا فين غادي نديكم بالنسبه للناس اللي باغين جديد؟ غادي نديكم لبعض المتاجر اللي فيها شي شويه الاتات والملابس الى غير ذلك، شي شويه موان شير. ما عرفتش هذا الشيء اللي غنقول لكم دابا واش قلتوه في النهار الاخر اللي سجلت فيه نفس الفيديو. ما عرفتش، المهم الا قلتها غنقولها جوج مرات تقبلوها. غدا ان شاء الله باذن الله نخلي لكم احبابي جميع المعلومات اللي عارفه ولي زادغيس اللي عارفه حول فين ممكن تاخذوا بزاف ديال المسائل، فين ممكن تاخذوا الاتات الاواني الملابس بزاف ديال المسائل مستعمله اون بونيتا فابور. فابور يعني مجانا. هو قفروها الجمعيات اللي كاينين في اوتاوا، قفروها معايا. غادي نجيب لهم الالوفات ديال الناس يوقفوا قدام الباب ديالهم.
حتى غنكتب لكم بالنسبه للعيالات ولا النساء اللي حاملات او اللي عندهم ديجا دي بيبي، غادي نكتب لكم واحد الجمعيه اللي كتساعد في ليكوش. كنتمنى تكون باقا كتساعد لحد الان، حتى انا استفدت منها ملي كان عندي سليم باقي صغير. شي شويه غادي نولي وونتد، مطلوبه، هاد المراه مطلوبه ميته وحيه، خرجت علينا. ولكن احبابي والله ثم والله كاع المعلومات اللي عارفه اللي ممكن تستافدوا منها ان شاء الله باذن الله، غدا نبقى نقولها ونعاودها ونقولها ونعاودها، ابا من ابا وشاء من شاء. وكل شيء غادي تلقاوه فين، يعني هاد العناوين الى غير ذلك غتلقاهم في صندوق الوصف. لي من جديد اللي ما كيعرفش صندوق الوصف، كتبوا صندوق الوصف في اليوتيوب، ما هو صندوق الوصف، اين هو صندوق الوصف، ماذا يعني صندوق الوصف، وغادي تلقاو فيديوهات كثيره حول الموضوع باش تعرفوا مزيان ما هو صندوق الوصف. لان مازال بزاف الناس كيقولوا لي ما خليتي لينا والو، قلتي لنا غنخلي لك هذا اللي قلتي لينا، راه والله حتى كنخليه في صندوق الوصف احبابي. راه نتوما اللي ما عارفينش ما معنى وفينا هو صندوق الوصف. من جديد كنقول لكم راه ماشي صندوق، عفلاش المي كتكونوا تفرجوا في الفيديو، فلاش كتكون الجهه اليمنيه كتضغطوا عليها كيبان لكم الكتبه، هذيك الكتبه كنسميوها صندوق الوصف، وهي واخا ماشي صندوق. ما عرفتش علاش سموها صندوق هاد الناس، هادو بغاو يخرجوا عليا انا وصافي. ها نحن دا جاينت تايجر. وعلى فكره احبابي تكلمت في فيديوهات سابقه قديمه شي شويه، اسمحوا لي الدنيا عامه كنحاول نلقى شي بلاصه فين ستاسيوني. كنت تكلمت سابقا احبابي على بزاف ديال المتاجر اللي غادي نوريها لكم اليوم في فيديوهات سابقه قديمه. والناس يا ناس يا احباب يا مشاهدين يا مهتمين، قلبوا في قناتي، سيروا دخلوا للقناه ديالي جيان كندا فيديو، غادي تضغطوا على الاوبسيون ديال فيديو، كيخرجوا لكم بزاف الفيديوهات، ما تفرجوش فيهم لا، بقاو غاديين غير مع التيتخ، بقاو تشوفوا في العناوين، تشوفوا حتى تشوفوا الموضوع اللي نتوما هامكم ودخلوا شوفوه. لانني بزاف ديال الاسئله كنتلقى، هضري لنا على هذا الموضوع، هضري لنا على هذا الموضوع، وحق سيدي ربي الى هضر عليه مرارا وتكرارا. وبحال هاد المتاجر اللي غادي نوريكم دابا، تكلمت عليهم وديتكم ليهم وبالتفاصيل وريتكم الاثمنه، واخا دابا الاثمنه كلها طلعات، مي كوميم كتبقى هذه موشيغ كاليتي، نقول لكم اقل من متوسط ولكن موشيغ. يعني بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش يستعملوا المستعمل، ما كيبغيوش يمشيو ياخذوا الحاجه مستعمله او لا يمشيو يشريوا الحاجه المستعمله، فهذا الاوبسيون الاول هو انكم تشريو اشياء جديده، مي الكاليتي ديالها ما ننصحكمش بها. وكاينين متاجر اللي فيها الكاليتي عاليه ولكن حتى الثمن جدا عالي، وخصوصا كتلقاو هاد لي بوتيك في لي مول. واخيرا لقيت او نو نو نو، سحب راسي لقيت بلاصه ولكن الطوموبيل صغيره. او فانتاستيك ليا يا والله الا كاينه او يس 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 كاينه الحمد لله. Here you go giant tiger ou la le tigre géant en français. Let's go let's go let's go. هاد تيغر جيون كيكون فيه الملابس بزاف سولدي، بحال هادشي دابا ديال الصيف ولا غير بجوج دولار. غادي نوريه فيت فيه اشنو فيه، فيه ملابس هنايا ديال النساء وديال الرجال اطفال. الاواني كيف ما كتشوفوا، اغطيه، فوطات، مخات، لي غيدو، ملابس ديال الرجال، مواد الغذائيه، alright ladies and gentlemen. كيف ما شفتوا وريتكم غير نظره خاطفه لانني فايته عامله بالتفصيل على جاينت تايجر. غادا نحاول نبحث لكم احبابي على الفيديو، الا لقيتو غادا نديرو اولا كان عندي الوقت غادا نلقى سيسيو غنديرو في صندوق الوصف. سينا نتوما اللي غيبقى عليكم الدور انكم تبحثوا عليه الا كنتو مهتمين. ladies and gentlemen ديسك حتى هو نفس الموضوع، حتى هو تكلمت عليه وعطيتكم
التفاصيل شنو كيبيع والأثمنة إلى غير ذلك. ولا هاد جيسك فيه من كل فن طرب، كل شيء تلقاو فيه المسائل اللي محتاجين لها بالنسبة للمنزل، ولكن حتى هو الكاليتي كيف ما قلت لكم الكاليتي راه مجرباه انا الحاجه حتى كنجرب عاد كنحكم عليها. الكاليتي ديالو اقل من متوسطه، حتى هو بحال الشكل ديال جاين تايجر. وما ننساش نقول لكم بان الجيسك ما فيهش المواد الغذائيه، فيه غير كل ما يتعلق بالبيت. The Salvation Army Thrift Store، المغازان اللي كيبيعوا الاشياء مستعمله كيتسموا Thrift Store، وهذا اللي غندخلوا ليه Salvation Army. هلا Value Village. To be frank الحوايج هنا قليل اللي كتلقى شي حاجه كتستاهل الثمن ديالها، كيديروا في فاليو فيليج، راه قلتها شحال مره، كيديروا الاثمنه طالعه بزاف. اللي بغى يجي الفاليو فيليج فقط على حساب الاواني، فعلا كتلقاو اواني زوينه ومواشر بزاف من انكم تشريوها جديده. يعني الناس اللي جاوا جداد فاليو فيليج جيو ليه، او لا سالفيشن ارمي كيكون عنده الاواني حدت ولا حرج، كل شيء كوزينه غادي تاتوها غير من هنا بوكو مواشع. الانواع والاشكال ديال لي ماغنيت زوين، هذا ناخذو دابا بارك عليا. هير يو جو توستر حدت ولا حرج، ميكرو اوند. ولا بالنسبه للاتات كيكون غير شي حاجه بسيطه، يعني ما تخيلوش غادي تلقاو لي ماتلا ولي لي، ما كاينش لي ماتلا ولي لي في فاليو فيليج سورتو. كاين في سالفيشن ارمي لي ماتلا، كيكون في بعض المغازات ديال سالفيشن ارمي كيكونوا جداد ماشي قدام، ولكن كاليتي عيانه. هنا كاين كراسي اللي كاين كيكونوا بزاف، ولي طابل اللي صغار شويه كتلقاو البيكالات مثلا، ها هما شحال من البيكاله دابا بانت ليا. ولا حتى الالات ديال الرياضه كيف ما كتشوفوا كاينين كثار هنايا، وكاين الالكترونيك كذلك ديال السبور، وكاين الالكترونيك فيوز لي جوي اي الالكترونيك. هلا اما بالنسبه للاثمنه ديالها ديال الاواني وديال الالكترونيك والاشياء الاخرى من غير الملابس فهي اثمنه مناسبه. نقول لكم غير بعض الامثله فقط، مثلا هذه لي فيوز، هير يو جو لي فوتوي كيكونوا تقريبا غير بحال هكا تشير هاد الصغار ولا الدوبل بلاس. كيكونوا بعض المرات الفوتويات اللي شويه كبار ديال دو بلاس كيف ما قلت. فوالا المقالي حديت ولا حرج، زيد وزيد معالق والسكاكين والفرشاء، فرشات اسميت الفرش اسميت الفرشات فراشت لا باللغه العربيه الفراشين مسكين سكين الاساكين السكانين. فوالا ذاتس ات ذاتس اول بالنسبه لهذا الفيديو، كنتمنى يا ربي يكون فادكم ببعض المعلومات، وما تنساوش تلتحقوا بالعائله على الانستغرام لانني دائما عندي ما يفيد، وتقريبا كنبقى مع الناس اون كونتاكت كل يوم. والاهم هو انني كنعمل سؤال وجواب وكنجاوب الناس على الاسئله ديالهم، والا ما عنديش الجواب كنستعن بالناس نفسهم وكيعطيونا الجواب الحمد لله، وكتعم الفائده. وراني كنثبت السؤال والجواب في خانه كيو اند اي، غادا تمشيو البروفيل ديالي غتلقاو بزاف الخانات، وحده منهم مكتوبه فيها كيو اند اي، تما غادا تلقاو بزاف ديال الاسئله والاجوبه عليها. بارك هذا الله هذا الله. غنخليكم هنا احبابي، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو لاحق. احبكم في الله، جيهان من كندا تحييكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ترى ومنين ومنين تشريو انت شبكة شغل باسكرا اللاتي اللاتي ومنين لم عنديش سوري ومنين تشريو المستعمل، فدائما كنقولها لكم كاينه كيجي جي كيجي جي، يا اما كتعطيكم الحاجه فابور يعني كتمشي تكتب غاتوي كتكتب لا سليم لا ار يو شور، يا اما اتس غانا بي كوبي رايت اوكي لا غندير طول
I'm gonna be not a costa. Llorona, maravilla verente. Maravilla verente. Llorona, llorona, llorona. Maravilla verente. Are you kidding me? ان هنا بزاف كيربيو الكلاب والقطط يعني سولو جميع بزاف د المسائل ان شاء الله ما عرفتش راسي مالي الصباح